اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دردشه تقنيه مع اكسيوم. بهالحلقه حنستعرض ثلاث اكسسوارات جديد. اول وحده اسمها تريجر تاج من نوكيا، والثانيه سبيكرز من نوكيا كمان ذا بانج اسمهم، وطابعه للصور لاندرويد وايفون. خلينا نشوف اول شيء تريجر تاج. بقدم لكم التريجر تاج من نوكيا. هيدي التريجر تاج هي عباره عن مثل كي تشين او ربطه مفاتيح، هيدي بتعملها سينكرونايزيشن مع تليفونك وبصير فيك تتواصل معها من تليفونك او تتواصل هي مع تليفونك. هيدي المشين، هيدي القطعه الصغيره بتوصلها بالتليفونك عبر ال NFC او عبر البلوتوث، وبصير تليفونك على اتصال معها. فيك تحط مفاتيحك فيها، واذا ضاعوا مفاتيحك فيك تلاقيهم بانك تبحث عنها بالتليفون تاعك، او بالعكس اذا انت منك ملاقي التليفون ومعك الكي تشين تاعتك فيك تكبس الزر اللي عليها فتليفونك بيعمل صوت وبيأرجيك هو وين. هلا الحلو انه انت فيك تستعملها ككي تشين، بس في لها استعمال تاني اذا بيخطر على بالك. مثلا ممكن تعطي هيدي القطعه او تربطها بجيبه ابنك او بنتك اذا كنت بالمول، واذا ضيعتهم او بعدوا عن نظرك شوي فيك كمان تلاقيهم عبر التليفون، فالتليفون بيقدر اول شيء ارجيك وين هيدي القطعه، يعني وين الولد تبعك لا سمح الله اذا ضيعته. وبنفس الوقت كمان هيدي القطعه بتعمل صوت، فانت فيك تبحث عن ابنك عبر الصوت. بس بحب نوه انه هيدا تريجر تاج لحديت هلا بس بيشتغل على نوكيا فونز وعلى الاندرويد سيستم، فلا اصحاب الايفون بحب لكم تفلق. الاكسسوار الثاني هو عباره عن سبيكرز من نوكيا اسمهم ذا بانج. الحلو بهول سبيكرز مش بس انه قياسهم كتير صغير وبينحملوا معك وين ما بدك، بس الحلو فيهم انه فيك تستعمل لحديت اربعه من هول السبيكرز وتوصلهم ببعض وتعمل سراوند ساوند او تعمل تعلي الصوت اكثر على الديسك اللي عندك. ليه عم اقول على مكتبك؟ لانه الواير تبع السبيكرز قصير كتير، فبده يكون قريب من الكمبيوتر تاعك او قريب من التليفون، ما عندك مسافه كتير بعيده. بس بنفس الوقت انت فيك تربط اربعه من هول وتعمل صوت اعلى. خلينا هلا نشوفهم سوا ونسمع الصوت لتصدقوني. بحب اعرفكم على طابعة بول فوتو بلس اللي هي طابعة صور بتشتغل على الايفون من جنريشن 3GS وطلوع على الفور وعلى الفايف، وبنفس الوقت بتاخد ايبود تاتش جنريشن 3 وجنريشن 4، وكمان في لها USB توصل فيه الاندرويد. هيدي الطابعة طابعة صور وبتطبع الصور من تليفونك ديركتلي. اول شيء عليك تعمله لتشغل هيدي الطابعه انك تنزل الابلكيشن على التليفون تاعك، ان كان ابل او ان كان اندرويد، وتوصل التليفون بالطابعه. تفتح الابلكيشن ومن جوات الابلكيشن بتنقي الصوره اللي بدك اياها من الجاليري تاعك، او اذا كان بدك تصور صوره وتعملها طباعه بنفس اللحظه. هيدي الطابعه بتطبع بطريقه CMYK، يعني بتستعمل اربع الوان، فمشان هيك حتلاحظوا انه هي وعم تطبع الصوره عم تطلع وتفوت اربع مرات لبين ما الطابعه تحط كل لون لحاله، وبالاخر بتقص الصوره وبتعطيكم اياها. هلا الحلو كمان بهيدا السيستم انه الورق الطباعه منه قطع جاهزه، هو رول طويل وهي بتقصه على قد الصوره. طبعا هيدا الشيء بيسمح لك انك تطبع بانوراميك بيكتشرز طوال اللي انت فيك تاخذهم. هلا صار فيك تاخذهم على الابل او تاخذهم على الاندرويد، صار فيك هلا تطبعهم بمره واحده وتعلقهم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. الاكسسوارات اللي استعرضناها سوا كلها موجودة بمحلات اكسيوم، او كمان فيكن تلاقوها باكسيومتيليكوم.com. ما تنسوا تتواصلوا معنا على تويتر، على فيسبوك، على انستغرام، وكمان على يوتيوب بالكومنت سكشن، وعملوا سبسكرايب وتابعونا. شوفكم بالحلقة الجاية.